شهر العسل، الأيام المنتظرة عند كل عروس، وسعادتها بتكمل بالأيام التالية لعرسها، وخاصة لما بتسافر لمكان بتحبه. لكن المفاجأة إنه الكتار منهم بينتابون شعور بالإحباط الشديد بالأيام أو الأسابيع الأولى من الزواج. والدراسات الإحصائية الحديثة بتأكد إنه واحدة من كل 10 نساء متزوجات حديثاً تصاب باكتئاب ما بعد الزواج. والرجل أيضاً ممكن ينصاب باكتئاب ما بعد الزواج، ولكن بنسبة أقل بكتير من إصابة المرأة. الموضوع الغريب هو إنه الكآبة ممكن تصيب العروس بشهر العسل، أجمل أيام بيعيشوها العرسان الجداد. سمعان بشي اسمه اكتئاب شهر العسل؟ لا والله. اكتئاب شهر العسل؟ سمعان بالاكتئاب تبع طول السنة هاد بيضله. صار مع زوجتك اكتئاب شهر عسل؟ أكيد لا، بالعكس كانت مبسوطة كتير. لو صار معها اكتئاب شهر العسل بشهر العسل، صارف مصاري ورايحين على شي مكان وقالت ونكدت عليك، شو بتتصرف؟ بتحملها، شو اسوي بعد؟ لقيتي الحياة الزوجية أحلى من حياة مع أهلك؟ لا مو أحلى يعني، بس ما مريت بالاكتئاب، يعني كل شيء له شيء. لا ما بتنكدي على زوجك أبدا؟ لا ما بنكد. بدك تقنعيني؟ نكدتي عليه؟ لا. حسيتي اختلف عليك شيء؟ اكتئبتي؟ تضايقتي؟ بالعكس منيح معي. لا أكيد بيناتنا، اعتبري ما في كاميرا أبداً. بشي اسمه اكتئاب شهر العسل مريتي فيه؟ لا والله، في اكتئاب مو شهر العسل، اكتئاب هيك خالة. نكدت عليك بشهر العسل، صار عندها اكتئاب، شو بتتصرف؟ شو بتعمل؟ بطفش، شو بدي ساوي؟ بطفش من أولها؟ من أولتها نكد من أول يوم. حياة الجديدة يعني الجو الجديد، سبحان الله اللي عشتي، انتقلتي من مرحلة لمرحلة. تغيير جو بين إنه وضع المعيشة عند أهلها والوضع عند زوجها، يعني كبداية الطريق بدها تلاقي الصعوبات لبين ما تتأقلم. الاختصاصيين بينصحوا العروس بأنه ما تكره حالها وتتهم نفسها بأنها امرأة نكدية، لأنه الهانيمون بلوز أو ما يسمى باكتئاب شهر العسل ترجع إصابتك فيه لأسباب بتولد عندك هالمشاعر السلبية. اكتئاب ما بعد الزواج أو فترة شهر العسل هو بيجي أسبابه أولا البعد الجغرافي عن الأهل، والتغيير انه انا رح اعيش مع شخص جديد انا ما بعرفه، رح يصير يوميا نحن حنكون موجودين مع بعض، ما بعرف شو ثقافته بالحياة، ما بدي انا ثقافته العلمية، انا ما بعرف شو تفكيره، ما بعرف شو طقوسه اليومية، فبنفيق الصبح بنبقى خايفين. هي اول سبب بيعطينا هالاكتئاب اللي بنحس فيه. بعد منا بنصير نحن بنفكر انه انا بلشت بالجد، انا صار في حياة موجودة فيها، حياة عملية، في عندي مسؤولية، رح تكون أنا اللي بدي أقوم بكل المهام، فيا ترى أنا رح أكون أدها المسؤولية ولا لا؟ هون بتزيد عنا شوي شوي، نحن تفكيرنا السلبي هو اللي بيزيد منها، فالأفضل أنه نحن نحاكي نفسنا بلغة إيجابية، أنه هذا الزواج فترة جديدة بحياتنا، شيء لابد منه الحياة حتى تكمل، بدنا نعمل عيلة، بدنا نعيش سعداء، بدنا نتفهم بعض، بدنا نحب بعض باختلافاتنا، بدنا نتقبل بعض، فهون وقت بحط هالأفكار عندي فرح يكون أي شيء رح يمر بسهولة. أهم شيء أني أنا أكون للطرف الآخر عم بسمعه بعين وقلب محب، بدي أسمعه بمحبة، ما بدي أسمع أنه نحن عم نسجل على بعضنا نقاط. الشغلة الثانية بتصير بقى تدخلات الأهل، هن التدخلات المحببة، يعني أنه شو عملتوا، شو ساويتوا، شو رح تعملوا، فهون بتصير العروس أو العريس بتصيروا أنه لا، في حدا عم بيتدخل بحياتي، أنا كنت عايش حياتي ما حدا عم بيتدخل فيه، هون صار في تدخلات، هون كمان بنصير أنه في مين عم بيتدخل فيه، هن لا، هن من محبة، لسه بيحسونا الأهل أنه نحن صغار، بيحبوا أنه يواجهونا، بيحبوا يعطونا إرشادات من هالمبدأ مو أكتر. لحتى نحن نتفادى هالشي، قبل كل شيء حلو نحن قبل ما نبدأ شهر العسل ياريت نضل يومين لحتى ناخد على بعض، العروس والعريس ياخدوا على بعض، على طباع بعض، طقوس بعض يفهموها. بعد من وقت بيطلعوا لفترة شهر العسل، إن كانت سفر ولا إن كانت هي فترة راحة بنفس البلد، بس هنين بيكونوا بقى ارتاحوا شوي، أخدوا على طباع بعض، خلصنا شهر العسل، حلو كتير نحنا ما نرجع دغري للشغل، نعطي لحالنا فترة لحتى الصبية تعرف شو المهام المطلوبة منها، والشاب بيكون تعود انه ها في شيء هالحياة الجديدة تعود عليها. نرجع لرياضتنا، هواياتنا اللي منحبها، كله هذا بدنا نرجع له، ما نبعد عن الحياة اللي ما قبل. يا صبايا، تذكروا انه بتعاملاتنا مع الحياة نحتاج لموضوعية، ولنعيش مرتاحين لازم نكون واقعيين
ونشوف كل شي حوالينا بعين راضية وقنوعة لنقدر نكون مبسوطين مع شريك الحياة.